ايه الدنيا، ايه معاك الفترة اللي فاتت؟ لا والله الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى كرمنا الحمد لله، الدنيا ماشيه كويس الحمد لله. بالنسبه لي يعني رضا الويش راح في حتة، الفرقة دي هتصعد. ثلاث والله سنين اللي فاتوا بيقولوا والله كده. الحمد لله، ده يعني نعمه والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني اداها لي ميزه الحمد لله. ربنا انت بتذكر ان انت بتروح فرقه بتبقى وش خير عليها، دي بتبقى حاجه بالنسبه لي كويسه يعني، وببقى سعيد بيها يعني، وبتمنى صعدت ال اف في سي سي مصر مصر، وبعدين فيوتشر كوكاكولا الكوكاكولا اللي بقت فيوتشر، وبعدين طبعا للحرس الحدود حرس الحدود اخر حاجه اللي هي الموسم اللي فات اللي ده على فات ده. طول. طب ليه ما بتكملش؟ يعني صعدت اف سي مصر، مشيت، رحت نادي تاني، رحت الكوكاكولا، تمام، صعدت كوكاكولا وبعدين مشيت، رحت رحت حرس الحدود، حرس الحدود صعدت السنه دي، ما مشيت، ما كملتش. يعني دايما المفروض تكمل مع فرقتك. والله كابتن انا بتمنى اكيد يعني، بس السؤال ده مش ما ينفعش اجاوب عليه اكيد. اداره الانديه، فانا بالنسبه لي انا عندي مشكله في الكره شويه كابتن، معلش يعني. انا مثلا انا ما بحبش افرض نفسي على حد، انا كده كده موجود، انت عايزني انا موجود، مش عايزني برضو ما بتفرق، ما بتاخدش مني الحمد لله حاجه كتيره يعني، اي او بزعل او بتاثر، لا بالعكس اكيد. انا عندي طموح عايز العب دوري ممتاز، اكيد ده حقي مشروع، ان انا ما بتكون بساهم مش انا لوحدي، اكيد فرقتنا كلها واكيد اللعيبه كلها بتتعب واكيد الجهاز الفني كله بيتعب، لما بيكون ليك دور اكيد ببقى نفسي ابقى موجود. بس دي ودي سنه الحياه، ما يعني الحياه ما بتقفش على حد، او الكره ما يعني انت بتقفش على حد بتبقى عايز تقعد، لكن اكيد. بس الانديه ممكن يكون دماغه مثلا لا في كبر، حاجه، لا ما في، لا بالعكس الحمد لله، انت انت اللي هداف الفرقه على طول. الفرق بيني وبين اي حد الحمد لله، او يعني انا دايما حاطط لنفسي كده، المستطيل الاخضر ده ما فرقش بين كبير وصغير، انت بتشوف لعيب لابس تيشيرت مثلا نادي السكه لابس رقم 7، لابس رقم 9، انت بتقول ده لعيب كويس، ده لعيب مش كويس، او ده ما مش تعرفش قادر، سنه. او ده قادر او مش قادر، اكيد انا لعبتكم برضو كذا ماتش، فالحمد لله اكيد يعني. انت سائل في الملعب قوي، اللي بيفضل بس ممسكينك اتنين مدافعين عشان فهي ما كابتن تفلتش. كريم ما بتفرقش معايا الحمد لله كتير، غير ان انت بتتعب في شغلك وتجتهد وتعمل اللي عليك، واللي ربنا سبحانه وتعالى اديهولك انا ببقى الحمد لله راضي بيه اكيد يعني. اكيد.